مرة تانية بنجدد التحية وصباحنا من المكان البديع اللي احنا فيه دلوقتي من على شرفة قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. في يوم من الأيام كان عميد الأدب العربي طه حسين عميد لكلية الأدب هنا قال ثلاث سطور مهمين جدا بيختصروا كده دور الجامعة. قال إيه طه حسين؟ طه حسين قال إنه بيئة الجامعة ليست بيئة يتكون فيها العالم وحده، هي بيئة للرجل المثقف والمتحضر، الرجل المثقف الذي لا يعنيه أن يكون مثقفاً بل يعنيه أن يكون مصدراً للثقافة، ولا يعنيه أن يكون متحضراً بل يعنيه أن يكون منمياً للحضارة. فكرة تنمية الحضارة والدور الثقافي للجامعة، الجامعة مشروع ثقافي وحضاري بشكل كبير. معانا في الفقرة دي دكتور عبدالله تطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة. شرفنا، منورنا يا فندم. شرفنا كمان الدكتور سامي نصار العميد السابق لكلية الدراسات التربوية، منورنا يا فندم. أهلا بيكم يا فندم. أهلا بيكم. حابة أن أنا أبدأ مع دكتور سامي نصار، اسمحوا لي. كلية الدراسات التربوية، الكلمة يعني الكلية، عايزين نعرف اللي هي ايه، يعني هل مختلف عن كلية التربية؟ طبعا بتعنى بايه؟ مين اللي بيدخلها؟ لان جديدة كانت معهد نعرف وبقت اتحولت لكلية، صح؟ طبعا. هي الاسم، تصحيح الاسم، هي كلية الدراسات العليا للتربية. وفي الاصل كانت اسمها معهد الدراسات التربوية. الحقيقة هي تختلف عن جميع كليات التربية في مصر من حيث إنها كلية للدراسات العليا في التربية فقط، يعني تعنى بإعداد المعلمين وتعنى بالبحوث التربوية، إجراء البحوث التربوية في مجال، في مختلف مجالات التربية. يعني هي كلية لإعداد المعلم وأيضا لإجراء ولتطوير البحوث التربوية في كافة مجالات التربية. الحقيقة إنشاءها بهذا الشكل بيعكس فكرة طه حسين عن إعداد المعلم، وهو أنه كان يرى أن إعداد المعلم لابد أن يكون إعدادا تتابعيا، بمعنى أن يتخصص المعلم في فرع من فروع المعرفة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعمل في مجال التعليم أنه يحصل على تأهيل تربوي أو درجة تربوية تعد لممارسة التدريس. وهذا ما كان يقوم به معهد الدراسات التربوية وما تقوم به كلية الدراسات العليا للتربية الآن. هي تقبل خريجي كليات الأداب والعلوم ده بعد الكلية، يعني هي كلية بعد الكلية، لأن هي دراسات عليا. فهي بتقبل خريجي الكليات الأخرى وتعدهم بناء على رغبتهم لكي يكونوا معلمين. من لا يريد أن يصير معلما خلاص هو يعني للمعلمين فقط. بالضبط. طب نروح لأستاذنا دكتور عبدالله التطاوي. والجامعة مشروع ثقافي وحضاري وتنويري، ليس فقط مشروع للتعليم، وحضرتك دايما مهتم بالجانب ده، حتى في كتاباتك من فترة طويلة أهمية الثقافة داخل الجامعة، أهمية الفن داخل الجامعة. سؤالي لحضرتك، إلى أي مدى طالب جامعة القاهرة الآن بتفتح النوافذ أمامه للثقافة وللفن وللإبداع داخل حرم جامعة القاهرة؟ هو الحقيقة حضرتك يعني قطعت شوط بكلمة الدكتور طه، إن الجامعة ليست مجرد مكان للتعليم والتعلم، وليست مجرد مدخل وظيفي لطلاب العلم والمعرفة، لا، ده هنا الجامعة هي الحاضنة للثقافة، وهي صانعة الثقافة، وهي صانعة المثقف الحقيقي المتحضر الذي يمكن أن ينمي الحضارة، والذي يمكن أن ينشر الفكر وأن ينشر الثقافة. ولذلك كان من مصادر دهشتي وأنا في عمل مستشار ثقافي أن أنا دعيت لبرنامج صباحي أيضا في المملكة، وكان عنوانه الجامعة والثقافة، وأنا وقتها الحال مصدر الدهشة، قلت الله، ده احنا كده صدرنا لكثير من الجامعات فكرة تكاملية المعرفة لدى الطالب الجامعي، انك انت هذا الطالب اللي بيجي لك من المرحلة الثانوية واللي هو الى حد كبير جدا كان مشغول بالحصول على درجات وبمجموع وليلتحق بالجامعة، فجاي لك يعني عقلية يجب ان تتسع معارفها، ويجب انك انت تستغل هذا الوجدان في انك انت تنمي فكره
وتبتدي تعرفه بمجموعة مسارات حقيقية في الجامعة. ويمكن كان لنا تجارب سابقة في جيلنا، يمكن أنا والدكتور سامي جيل واحد، فاتحاد الطلاب واللجنة الثقافية والعمل الثقافي ومجلة جريدة الأداب 70، ويعني كان هنا في نوع من الحرص إن إحنا نحاول فعلا نطلع عمل ثقافي من الجامعة. مش موجود دلوقتي، يعني طالب دلوقتي اللي داخل جامعة القاهرة ما بقاش عنده هذا الشغف أو إنه يعرف فنون ويشوف إبداعات مختلفة زي طالب اللي كان موجود في القاهرة ستينات والسبعينات. هو ده بيتوقف برضو على حاجة مهمة، يا ترى الجامعة بتقدم هذه الوجبة الثقافية ولا لا؟ يعني أنا أذكر الحقيقة للتاريخ من أيام الدكتور مفيد شهاب وهو بعمل الموسم الثقافي الفني، يعني حتى من غير استخدام واو العطف، الثقافي الفني، وابتدى الموسم الثقافي ده ياخد مساحة من العمل في جامعة القاهرة ويوثق سنويا. ويمكن كان من حسن حظنا يمكن الفترة اللي جيلي وفترة الدكتور محمد الخشت برضو انه كان ماسك مستشار ثقافي لقطاع التعليم والطلاب، فكنا دايما نعمل اجندة ثقافية في بداية العام الدراسي، لجنة بتدرس السياسات الثقافية لهذا العام، ايه الموضوعات اللي تخصنا وتهمنا في مصر على المستوى الوطني، على المستوى العربي والقومي، على مستوى التنمية البشرية، على مستوى الإبداع الطلابي، على مستوى المسابقات الثقافية، حتى على مستوى المسابقات البحثية، يعني إزاي الطالب يتعلم يبقى باحث وهو في المرحلة الجامعية الأولى. كان جزء من العمل وقتها لفترات لسنوات طويلة إنك أنت تؤهل الطلاب لده. يجي بقى السؤال حضرتك، طيب يا ترى الطالب عنده عزوف عن الثقافة ولا فيه انت هنا امام نوعيات مختلفة من الطلاب. وانا فاكر مرة نشرت في الاهرام ثقافة حاضرة وشباب غائب، وكنت وقتها غاضب جدا من يعني نسبة الحضور، ولو ان كانت نسبة الحضور القاعة الكبرى عندنا بتاخد 2300 طالب، عدد كبير جدا، حضر 2000، فكان عندنا 300 كرسي اللي فاضيين. وقتها الدكتور علي عبد الرحمن كان رئيس الجامعة قال لي طب انت ليه زعلان ما انت عندك 2000، يعني قلت له ما هو 2000 من كام، بس 2000 حاضر وبيتفاعل يا فندم، يعني هنا برضو بيتفاعل مش الحضور بس، فكره التفاعل والنقد والاسئله وغيره، يعني وحضرتك عشان تجذبه لازم تديله فرصه لانه يتحول الى ناقد والى محلل والى مفكر والى يعني مشاغب، يعني يضع المحاضر موضع المساءلة. طيب. وموضع المراجعة. للأسف احنا طالعين فاصل دلوقتي وموجز، مكملين مع حضراتكم دكتور عبدالله تطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة ودكتور سامي نصار، طبعا هنرجع لحضرتك العميد السابق لكلية الدراسات العليا للتربية. تفضلوا معنا يا فندم، ويفضلوا معنا مشاهدين ايضا، هنطلع فاصل قصير وموجز الاخبار ومن بعده هنرجع نكمل مع حضراتكم.
القاهرة الحقيقة كل شبر وكل حجر في جامعة القاهرة وراه تاريخ طويل جدا، جامعة عريقة. بنكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. معانا مرة ثانية بنرحب بالدكتور سامي نصار العميد السابق لكلية الدراسات التربوية، والدكتور عبد الله التطاوي مستشار الثقافي لجامعة القاهرة. ودكتور سامي اسمح لي أسأل حضرتك، هل بداية إصلاح التعليم في مصر هو التعليم ما قبل الجامعي؟ لأنه دايما شكوى في الجامعات أو أساتذة الجامعات أن المنتج اللي بيصل إلينا من مرحلة التعليم الأساسي غير مؤهل بالقدر الكافي، فالبداية في التعليم ما قبل الجامعي؟ بالتأكيد، لأن كل مرحلة من مراحل التعليم بتبنى على سابقتها، وبالتالي إصلاح التعليم لابد أن يبدأ من التعليم قبل الجامعي. مش معنى ذلك ان احنا ننتظر في التعليم الجامعي حتى يتم اصلاح التعليم قبل الجامعي، عملية الاصلاح بتتم في كل مراحل التعليم مرة واحدة، ولكن علينا ان نتوخى او ان نكون او ان نعطي اهتماما كبيرا للتعليم في المراحل الاولى، وخاصة المرحلة الابتدائية. في المرحلة الابتدائية انت بتعطي المبادئ الأساسية، المهارات الأساسية في اللغة التي من خلالها بيكتسب الفرد الثقافة، ويكتسب الفرد العلوم والرياضيات بيكتسبها من خلال اللغة. لابد من الاهتمام بإتقان مهارات اللغة القومية وخاصة في المرحلة الابتدائية. وطبعا احنا شايفين عندنا هناك شيء من الاهتمام بإدخال اللغة الإنجليزية ولغات أخرى مع اللغة العربية في المرحلة الابتدائية. الحقيقة هو مطلوب أن نعرف لغة الآخرين، ولكن لا يجب أن تكون على حساب اللغة الأم. طبعاً وإن في الأساس أبدأ باللغة الأم ثم بعد ذلك تأتي اللغات أي لغة الأخرى. تانية. طب أنا عايزة أتوقف برضو مع دكتور سامي نصار. إحنا دلوقتي يا دكتور الدولة بتولي اهتمام ورعاية وتطوير كبير جدا للمعلم وخطة المعلمون أولا، هل الكلية دي كلية الدراسات العليا للتربية، يعني بما أنها تحولت لكلية من سنتين فقط، هل بتعنى بده؟ هل في تعاون لده؟ هل يعني نلحق؟ هو في الحقيقة معلم اليوم يختلف عن معلم الأمس. معلم اليوم المفروض انه يبقى موجه، لان اصبحت يعني نحن نعيش عصر بنسميه عصر البيداجوجي 2 او الجيل الثاني من التربيه، اللي بيعتمد كليه على وسائل معلومات او تكنولوجيا المعلومات والاتصال. التربيه اصبحت امبيدد زي ما بيقولوا، او متداخله او مبنيه او ملحق في داخل وسائل التكنولوجيا المعلومات والاتصال. الفصل الدراسي لم يعد محاطا بالجدران الأربعة، الطالب داخل الفصل يستطيع أن يبحر على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع وهو قاعد داخل الفصل، ويخرج خارج نطاق الفصل. لم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، ولكن أصبحت هناك مصادر أخرى موجودة، وبالتالي كل مهمة المعلم الآن إنه هو يرشد، يوجه، يعلم الطالب كيف يتعلم، كيف يحصل على المعلومات، كيف يختار بين المعلومات، يعني وكيف ينقلها. عفوا المقاطعة دي حقيقة حالة التعليم المستمر، يعني فكرة التعليم المستمر بأشكال مختلفة الآن. التعلم المستمر مدى الحياة صحيح. هو ضرورة. تمام، اسمح لي بس عشان وقتنا للأسف الشديد احنا محكومين بالوقت، لكن يعني أختم مع أستاذنا دكتور عبدالله تطاوي، وهاخد من كلام دكتور سامي الحديث عن اللغة العربية والحفاظ على الهوية، ودور الجامعة ليها دور مهم جدا للحفاظ على اللغة، وتحديدا جامعة القاهرة. يعني عندنا أول مجلة متخصصة لغة الضاد، ومجلة سياقات وغيرها من المجلات، كمان فكرة أن يبقى في مركز لأهمية تأكيد على اللغة العربية. شايف الدور ده إزاي بتقوم به جامعة القاهرة، وإزاي فعلا نحافظ على اللغة في الجامعة للخريجين؟ هو الحقيقة جامعة القاهرة بتتبنى يعني مجموعة من الجهود ومجموعة من التوجهات في خدمة قضايا اللغة العربية، يعني سواء على مستوى الندوات اللي هي بتجمع بين الجامعة وبقية المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي، مجمع اللغة العربية، المجلس الأعلى للثقافة، غيره من كل هذه الجهات، لجنة النهوض باللغة العربية في رابطة الجامعات إلى آخره. فالجامعة هنا بتبذل كل سنة مجموعة من المشروعات الهادفة إلى النهوض باللغة العربية
سواء على مستوى أداء المركز التعليم العربية للناطقين بغيرها، أو على مستوى حتى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أو على مستوى الاحتفال بيوم اللغة الأم. في كل هذه المناسبات بيبقى في نوع من كشف الحساب، اللي الجامعة بتراجع نفسها وحساباتها، ماذا قدمت للغة العربية في الأعوام السابقة، وماذا تنتوي أن تقدمه في الأعوام العام القادم يعني. فده جزء من المسؤولية اللي بتشارك فيها الحياة أقسام اللغة العربية والكليات المعنية بالكليات التربية، فده جزء من المسؤولية الاجتماعية للمكتبة المركزية. عايزين نعرج عليها سريعا جدا لأنها حصلت على شهادة الأيزو للمرة الثالثة. نعم. صحيح السنة. نعم. دي إيه دورها وأنتوا بتدعموها إزاي في الكلية كمان؟ في المكتبة المركزية هنا عندنا مكتبات الأساتذة الكبار، واللي هي انضمت فعلا إلى ركب هذه المكتبة بما فيها من مصادر المعرفة القديمة، وبما فيها من مقتنيات حديثة ودراسات مستقبلية. فهي المكتبة هنا مصدر إشعاع بالنسبة للطلاب، خصوصا بعد أن انتقلت المكتبة الجديدة، وما زال عندنا العمل جاري في المكتبة القديمة وقاعة الدراسات الشرقية وغيرها، إلى جانب حتى مشروع القراءة للطلاب اللي هو بيبيح للطالب الفرص الكافية إن هو يكمل. وبالمناسبة كان يعني تعقيبا على سؤال حضرتك الأولاني بقى، لما كان الطالب بيحضر هنا المحاضرات في الجامعة بتوزع عليهم كتب مجانا. صحيح صحيح. في ختام اللقاءات والحفلات، ودي بتعمل لهم يعني نوع من الترويج لفكرة القراءة، لأن يعني فعل اقرأ هو صانع الحضارة وهو صانع الثقافة وهو صانع الجامعة. فندم شكرا جزيلا دكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعه القاهره. شكرا ليك يا فندم. ودكتور سامي نصار العميد السابق لكليه الدراسات العليا للتربيه. صح، شكرا جزيلا لحضراتكم. على فكره انا لحقت الكتب المجاني دي، انا اتوزع عليا كتب مجاني لما كنت طالب في الجامعه. فيا رب يبقى المشروع ده مستمر دايما ان شاء الله، نشوف كده مكتبات متنقله بين الكليات في الجامعه. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل لقاء مع رئيس جامعة القاهرة، وأنا بقول رئيس جامعة القاهرة والساعة بتدق ورايا دلوقتي، يعني دقت ساعة جامعة القاهرة. بعد الفاصل لقاء مع دكتور أو الأستاذ الدكتور محمد عثمان الفشت رئيس جامعة القاهرة. هنفتح معاه ملف اهلا بكم في رحاب قاعه احتفالات بجامعه القاهره العريقه بمحافظه القاهره. هذه القاعه التاريخيه هي جزء من المبنى الكبير الخاص بجامعه القاهره، واللي تم وضع حجر الأساس بتاعه في عام 1928. ولكن هذه القبة بالذات وقاعة الاحتفالات اللي ساعات بعض الناس بيسموها بيطلق عليها قاعة القبة، ولكن هي قاعة الاحتفالات الكبرى. هذه القاعة بدأ العمل فيها في سنة 34، وكان اللي بيقوم بإنشائها شركة إنجليزية. هذه القاعة بتتكون من دور أرضي ودورين، دور أول ودور ثاني. مجموع مقاعد القاعة يصل حوالي 4000 مقعد. وطبعا إن دي قاعة في جامعة عريقة من أهم الجامعات على مستوى العالم، فمنطقي وطبيعي إن كان إن بيبقى فيها دائما في جميع المناسبات الثقافية أو الفنية أو ما شابه بيبقى فيها زوار من العالم الخارجي. وعشان كده تصميم هذه القاعة في الدور الأرضي كان في موجود فيها أكتر من حوالي 150 مقعد مجهزين بأجهزة للترجمة الفورية، بحيث أن أي زوار أو ضيوف لهذه لجامعة القاهرة ولهذه القاعة بالذات من العالم الخارجي من العالم يقدروا أن هم يبشوا أو يتفاعلوا مع الأحداث اللي بتجرى داخل هذه القاعة. كمان في الدور الأرضي في بنوار أو مقصورة خاصة بالرئاسة، وبيوصل إليها بهو. البهو ده فيه صالونين، صالون خاص بالرئاسة برئيس الجمهورية، وصالون آخر خاص باستقبال رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاحتفالات الرسمية اللي بتقام في هذه القاعة. بالنسبة لمسرح القاعة الاحتفالات، هو مساحته حوالي 20 متر في 20 متر. هذا المسرح شهد العديد والعديد من الأحداث السياسية الفريدة والأحداث الفنية الفريدة. أول رئيس جمهورية زار هذه القاعة
هو رئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان حريص على انه يحتفل بعيد العلم كل عام يوم 21 ديسمبر لتكريم طبعا المعلمين والطلاب وما شابه. ثم الرئيس الراحل محمد انور السادات زار هذه القاعه مرتين، ثم الرئيس حسني مبارك زار ايضا هذه القاعه مرتين، ثم رئيسنا فخامه عبد الفتاح السيسي زار هذه القاعه او شرفت هذه القاعه بمجيء سيادته وباحتفال سيادته باوائل الجامعات المصريه في هذه القاعه في 28/9/2014، وده طبعا كان اخر واهم تشريف لهذه القاعه ولجامعتنا العريقه. من ابرز الرؤساء غير المصريين اللي زاروا هذه القاعه والقوا فيها خطاب كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك وقت افتتاح مستشفى القصر العيني الفرنساوي في مصر، القى في هذه القاعه كلمه. وطبعا زياره الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لهذه القاعه وإلقاؤه للخطاب اللي كان بيدعو فيه لمكافحه الارهاب والنشر السلام في ربوع العام. طبعا في احداث فنيه كثيره شهدتها هذه القاعه منذ افتتاحها عام 36، وقد يكون من ابرزها طبعا لقاء السحاب او اللقاء المعروف باسم لقاء السحاب بين كوكب الشرق الراحله السيده ام كلثوم وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب في الاغنيه المعروفه التي نعلمها جميعا والتي لازال دوياها في جميع انحاء العالم ومع جميع المصريين في كل مكان، اللي هي اغنيه انت عمري. ثم الحفلات اللي كان بيقيمها الراحل عبد الحليم حافظ في هذه القاعة بالذات في المناسبات في كل المناسبات الوطنية بالنسبة لمصر. ثم طبعا دلوقتي عندنا الحفلات بتاعت عمر خيرت، حفلات عمر خيرت، حفلات كبار المطربين في مصر. تم منح العديد من الدكتوراه الفخرية للعديد من الزعماء اللي اتذكر منهم بدايتهم كان طبعا الملك فاروق، كان اول من منح دكتوراه فخريه من جامعه القاهره في هذه القاعه. كمان منح درجه دكتوراه فخريه رئيس الفرنسي جيسكار ديستان، الزعيم مانديلا، نجيب محفوظ الروائي الكاتب المصري العالمي، ومؤخرا منحت الدكتوراه فخريه لجلاله الملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.